FM. الكلمة ليك. راهو باش تكون الأمور واضحة وما نقعدوش نكرطوا فيها ولعل السيد منير يشاطرني الرأي ومعز زادة. ومنير يلعب في دوره كمحامي، خلينا نكونوا واضحين، معناها محامي من حقه يدافع على موكله ومن حقه يستعمل كل آليات الدفاع القانونية بالطبيعة اللي تخلي معناها موقع موكله يكون معناها الفايت وبعض النقاط في المرافعة هذه. لكن خلينا نكونوا واضحين، راهو سياسيا اليوم لا أحد يطرح قضية عودة بن علي للسلطة بوضوح. راهو خطر أحيانا كي نبدأوا نجبدوا في الحكاية هذه، يحبوا الناس والبعض السياسيين من ذوي المصالح اللي خدموا بالفونت كوميرس بتاع 66 هذوما بمفاهيم كيما الثورة، كيما شعبنا العظيم، كيما القاموس الكبير، هذا يجعلوا المسألة هذه تابو. انت تقول في الكلام هذا تحب تعود بينا للوراء، تحب ترجع بن علي للسلطة. لا يريد احدا على ما اعرف، على الاقل بالنسبة لنا شخصيا في الجانب هذه، انه التاريخ يرجع الى الوراء، ولا يمكن التاريخ ان يرجع للوراء. بن علي هذه صفحة واغلقت. منير يناقش فيها من منطلق القانون الحقوقي بتاع المحاكمة ومتاع المحاكم ومتاع ويجادل ذلك قضائيا وقانونيا. أما سياسيا مش تكون المسألة هذه واضحة. مرحلة بن علي بكل بساطة أنا نقول فيها من الإنجازات والمكاسب وفيها من الأخطاء والتجاوزات الكثير. ما فما أي مرحلة مارس فيها بشر سلطة إلا وفيها وجه من وجوه الإيجابي ووجه من وجوه السلبي. فقط انطباعنا أنه لا نسود ولا نبيض. نفس الشيء اللي نحبوا نعملوه في تقييم بعد 14 جانفي، مش الكل باهي ومش الكل أيضا خايب، البلاد كسبت منه. واليوم نحن نريد أن نبني على المشكلتنا في النقاش حول المسألة هذه مشكلة بيداغوجية تتعلق بالمنهج. راهو العقل اللي يحب يا شيطان يا يرد ملائكة، هذا عقل ما ينجمش يبني المستقبل. ما يمكن أن يبني المستقبل هو العقل الموضوعي. في المرحلة هذيك كي نناقشوها ونقيموها مش معناها نحب نرجعوا لها ببساطة، لأن التاريخ يتجاوز محبتي ومحبتك. التاريخ يأكد أننا ينبغي أن نعيش حاضرنا ومستقبلنا. اليوم نحن نعيش تحت سقف دستور، الجميع تختلف معها الدستور ولا ما تختلفش، علينا واجب الانضباط ليه. هذا السقف يجمعنا اليوم كتونسيين. حان الوقت أن نوقف منطق الإقصاء ومنطق الاستئصال. يا المنظومة القديمة نجم تستأصل الجديد، لا جديد قادر يستأصل القديم من الذاكرة ومن الواقع، أحببنا أم كرهنا. أما راهو كي نتحدثوا في المسألة هذية، ما أرجو من الناس اللي تتقلق ما ترجمناش أن نحبوا نرجعوا للماضي. ليه؟ لا، احنا نريد أن نعيش ما بعد 14 جانفي 2011، انتهى الأمر. حوسم هذا الأمر بكل المعاني. أنا شخصيا وهو نكون نتحدث بكل وضوح، فما عباد مثلا ماذا بها ترجع لمنظومة يفك علينا ونرجع كما كنا قبل بالقلاب ونوقف التجربة هذه. أنا ضد الشيء هذا. أنا اليوم أعترف وأقدر أن اللي اقتعناه في مجال الديمقراطية وفي مجال الانتقال مسألة إيجابية جدا، علينا أن ندافع عليها مهما كانت الظروف. لكن ندافع عليها بيش مش بالغوغائية، ندافع عليها بالرأي الموضوعي، الرأي الرصين. البلاد هذه راهي تاريخها مبداش من 14 جانفي، تاريخها مبداه من عام 56 ومن قبل حتى 56. هات ناخذوا الحاجات الايجابيات ونبنيوا عليها، نضيفوا لها ايجابيات المرحله الجديده ونبداو ونمشيوا للمستقبل. اما راهي فما عباد عندها ولات حساسيه لضعف ثقتها في نفسها. كل ما نجبدوا الدوسي هذايا ومرحلة تقييم 23 سنة ولا حتى 50 سنة إلا وترميك بالتكفير الثوري. أنت قاعدة تشكك يا ولدي، لا نشك في حد شيء. أنا أبحث على الرؤية الموضوعية اللي تحب تهز الناس أنها تتعامل مع مستقبلها بكثير من التفاؤل، بكثير من الأمل أن إنجازات تحققت نبنيوا عليها. كان عندنا ديفايانس في المجال الديمقراطية والحريات، اليوم تبارك الله عبيناه. هات نرجع نهتموا بالاقتصاد والتنمية بالرؤية الصحيحة المنهجية باش نبنيوا عليها ونقدموا لقدام مستقبل بكل وضوح. الكلمة ليك.